بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا الآن مع تصحيح تمرين حول الشقاق، بالضبط الفقرة التي تتعلق بقابلية الشقاق ثم الدالة المقاربة لـ F أو التقريب لدالة أو الدالة على فيها المقربة كما نقول. ألوغ السؤال الأول، أحسب F فتحة لسطر. باش نحسبو F فتحة لسطر غنحسبو على ليميت، واحد نحسبو على ليميت نتاع اف اكس ناقص اف صفر على اكس ناقص صفر عندما يؤول اكس الى صفر. كذا هو غنحسبو الى لقينا عدد كنقولو هو اف تحل صفر. ياك شنو يساوي؟ يساوي ليميت عندما يؤول اكس الى صفر نتاع اش اف اكس تبقى لنا هي هذيك ناقص اف صفر. اف صفر هي جذر 4 هي زوج، ان عوضنا اكس بصفر تبقى 4 جذر 4 زوج على اكس ناقص صفر هي اكس. مزيان تساوي، لاحظ هنا الى عوضنا بالصفر غنلقاو جوج ناقص جوج صفر على صفر شكل غير محدود، اذا غنضربوهم مرافق باش نحلو هاد المشكل. اكس يؤول الى صفر، دونك المرافق نتاعنا هو جذر اكس زائد 4 ناقص زوج في جذر اكس زائد 4 زائد زوج على اكس في جذر اكس زائد 4 زائد زوج. دونك شنو غنعطينا الفوق؟ تساوي ليميت عندما يؤول اكس الى الصفر. الفوق عندنا ا أو سي ا ناقص بي في ا زائد بي او سي 2 ناقص بي او سي 2 على ا او سي 2 على هي القيمه المطلقه نتاع اكس زائد 4 ناقص 4 2 اس 2 هي 4 على اكس في جذر مربع اكس زائد 4 زائد 2 تساوي. هنا اكس ملي كيكون اكس يؤول الى الصفر كتكون اكس زائد 4 موجب، علاش؟ لان اكس قريب من الصفر زدت عليه 4 يبقى قريب من 4 اذا موجب. متفقين؟ دونك هذا موجب، يعني تبقى اكس زائد 4 ناقص 4 تبقى اكس على تبقى اكس فوق وتحت على اكس في جذر مربع اكس زائد 4 زائد 2 اذا تساوي ليميت اكس يؤول الى صفر اكس تختزل على اكس تبقى 1 على جذر مربع اكس زائد 4 زائد 2. الى عوضنا غنلقاو زوج صفر، دونك زوج ضرب 4 زوج زائد زوج 4 يعني 1 على 4 صحيح. دونك حسبنا هذا هو اف فتحة للصفر. نقدر نقولوا ان اف قابل للاشتقاق في الصفر، علاش؟ لان عندنا عدد، لقينا عدد، ليميت لقينا عدد، اذا قابل للاشتقاق في الصفر. نقدر نقولوا هندسيا، نطلب منك تأويل هندسي، نقولوا اذا منحنى اف يقبل مماسا بجوار الصفر معامل الموجه هو 1 على 4. دونك 1 على 4 هو المعامل الموجه نتاع الدالة التآلفية المقاربة أو نتاع المماس، صحيح؟ إذا حسبنا اف فتحة لصفر شحال لقينا؟ السؤال الأول جاوبنا عليه، شحال لقينا؟ كان كيساوي 1 على 4. التقنية الثانية باش نحسبوها لكم تعرف، لأن ما الدالة قابلة للاشتقاق، لأن عندك دالة جذرية، عفوا دالة لا جذرية، جذر مربع. ألوغ هاد الدالة لا جذرية اللي كيكون فيها جذر مربع كتكون قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها، على كل ما جذرنا مجموعة تعريفها. إذا عندنا مجموعة تعريف هي 4 بلس 2 إذا قبل الاشتقاق، عفوا ناقص 4 هنا، اعتذر كاين ناقص 4. إذا قبل الاشتقاق على هذا المجال، وبالتالي فإنها قبل الاشتقاق في الصفر لأنه ضمن هذا المجال. إذا قبل الاشتقاق في الصفر لأنه ضمن المجال، ونحسبوا الاشتقاق، ونحسبوا الاشتقاق، ممكن أنت باش نتأكدوا بأنه راه 1 على 4 نيشان، نحسبوا الاشتقاق اف فتحة لإكس، غير باش نتأكدوا، تساوي الاشتقاق نتاع هذه شنو هي؟ هي كنعطينا الاشتقاق نتاع إكس زائد 4 هي 1. على جوج جذر مربع اكس زائد 4، دونك هذا هو الاشتقاق، قاعدة راه باينة، هضرنا عليها في الاشتقاق. ألوغ إلا عوضنا مثلا اف فتحة للصفر على شنو غتساوي؟ عوضوا اكس بصفر تبقى لنا جذر 4 هي زوج، زوج 4 يعني 1 على 4، إذا عندنا النتيجة صحيحة، طيب؟ مي باش إلا عوضت في اليمين يعني في التراجع. ألوغ السؤال الثاني، ألوغ استنتج تقريب، لدينا ليميت اكس يؤول الى صفر نتاع اش نتاع جذر مربع اكس زائد 4 ناقص جذر صفر زائد 4 دي اف اكس ودي اف صفر على اكس ناقص صفر كيساوي وشنو؟ كيساوي عدد حقيقي ماشي ما لا نهايه. اذا اف تقبل داله تآلفيه او عفوا ما قالكش داله، اذا هذا التعبير، إذا التعبير أنا ما قلتش دالة، ما سماهاش دالة،
يقبل التحاليل بجوار وهو نسميه الدالة جي اكس. شنو هي الدالة جي اكس؟ هي الفتحة اللي هي هذه اشتقاق الفتحة لزيرو، لأن هذه هي الفتحة لزيرو، اكس ناقص زيرو زائد اف لزيرو، دونك تساوي الفتحة لزيرو ديجا حسبناها واحدة على أربعة في اكس ناقص زيرو يعني في اكس زائد اف زيرو نحسبو اف زيرو، اف زيرو عطانا جوج صافي كملنا. دونك لقينا بينما التقريب هو التقريب بجوار الصفر هو هذا. دونك نحسن نكتبو حدايا لو غنحتاجو. دونك السؤال التالي جاوبنا عليه هنا زوج، لقينا بينما التقريب هو واحد على ربعة اكس زائد زوج. الله السؤال الأخير، استنتج قيمة مقررة. لدينا جي دي اكس تقريب تعبير جي دو ربع اكس زائد ربع ياك بجوار شنو بجوار صفر، و لدينا لاحظوا معايا مزيان هنايا كيفاش غادي نحصل على الدالة تاعي اكس زائد زائد ربع ياك، يعني اكس نتاعي هي صفر فاصلة 24. لدينا صفر تقريب كيساوي ولا صفر فاصلة 0.24 تقريب كيساوي صفر، إذا يعني قريب هاد العدد قريب من صفر، هاد الدالة قريبة لهاد الدالة يعني بجوار صفر. شنو المعنى؟ أن ملي يكون إكس قريب من الصفر تقدر تعوض هذه بهذه، متفقين؟ يعني هو شنو غيساوي؟ يعني الجذر مربع إكس هي هذه 0.024 زائد 4 اش كيساوي بالتقريب؟ كيساوي جي لي 0.024، متفقين؟ لأن الحالة اللي درنا إكس عوضناها 0.024 ياك، وهذا شنو هو؟ يعني هذا هو اللي طلبوه منا 4.024، يعني إذا جمعت هذا زائد 4 يعطيك هذا ياك، شنو اللي يساوي جي لي 0.4 عوضوه ونشوفوا، يعني هي 1 على 4 في 0.024 زائد 2، يعني شنو تساوي بالتقريب؟ واحد على ربعة نقسمو هذا على ربعة عطانا ستة، دونك صفر فاصلة صفر ستة زائد جوج، إذا هذا عطانا جوج فاصلة صفر ستة، صحيح؟ دونك هذه هي النتيجة. وبنفس التقنية نقدر نقولو بأنما راه لا إلا درنا ناقص صفر فاصلة صفر 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 واحد، دونك ناقص صفر فاصلة صفر 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 واحد، هذا قريب من الصفر ياك، إذا جي الجذر مربع ناقص صفر فاصلة صفر 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 واحد زائد 4 التقريب كيساوي الجلي ناقص صفر فاصلة صفر 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 واحد، متفقين؟ ممكن يعني هذا شنو هو؟ 4 ناقص هذا الرقم هذا غيعطي لنا صفر فاصلة 3.999، دونك تساوي التقريب جي نتاع هذا الرقم هذا هو واحد على أربعة في ناقص صفر 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 واحد زائد جوج، إذا تساوي بالتقريب واحد فاصلة، دونك إلا قسنا هنايا قسنا على أربعة، دونك هذا إلا تقسم على أربعة دونك تعطينا 3.25، يعني تما جوج هي جوج ناقص صفر فاصلة صفر 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 25، نقسم على ربعة نزيد واحد صفر آخر 25، أو روح حسبها بالآلة حسب أش غتعطيك، غتعطيك 1.9999 جوبون 75 بحال هكا. تقريبا هذا الشيء، صحيح؟ دونك هذه هي جدول مربع 3.999.